بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم فخامة الرئيس لنجني أحد ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة. وهنا اسمح لي سيادة الرئيس إن احنا نتكلم، هل هي خطة التنمية الاقتصادية أم خطة التنمية العمرانية؟ وده هيقودنا لمفهوم العمران. العمران في مفهوم الدولة المصرية زي ما احنا حاطينه في توجهاتنا لحضرتك أرستها هو وعاء التنمية. فمفيش تنمية بتتم دون هذا الوعاء. طيب، لما كان العمران هو وعاء التنمية، خلينا نسترجع وعاء التنمية في إقليم الدلتا اللي احنا متشرفين ان احنا واقفين على أرضه دلوقتي. إقليم الدلتا مكون من 5 محافظات: دمياط، الدقهلية الغربية، كفر الشيخ، المنوفية. حجم السكان اللي فيه 20.6 مليون نسمة، ومساحته 1.2 فقط في المية من مساحة الجمهورية. لما نيجي نبص على مقارنة إقليم الدلتا بأقاليم مصر الأخرى، هنلاقي إن هو تاني أكبر إقليم من حيث حجم السكان، في 21 مليون نسمة، بيجي بعد إقليم القاهرة الكبرى اللي هو فيه حوالي 25 مليون نسمة، إلا إنه عنده أقل فرص لاستيعاب العمران للسكان والأنشطة. الوعاء التنمية اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي النهاردة لما نبص له هنلاقيه إن هو ممتلئ على آخره، سواء بالأنشطة الاقتصادية الأساسية، لأن ده الإقليم بيعتمد على النشاط الزراعي والصيد وهي الأنشطة الأساسية، وهو في الأساس إقليم ريفي، كثافات سكانية مرتفعة، أكثر من 400 شخص على الفدان، وخاصة في عواصم المحافظات، محدودية في المناطق المتاحة لتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والمناطق الخضراء عشان نحسن من جودة الحياة. طب أمال إحنا هننمو إزاي في هذا الإقليم اقتصادياً؟ احنا التنمية اللي احنا بنقصدها هنا هو المواطن، ازاي ارفع من جودة حياة المواطن اقتصاديا في ظل التكدس السكاني وانعدام فرص الامتداد. طيب، لما نبص كمان في الظاهرة الاخرى اللي في المحتوى العمراني اللي احنا فيه في الدلتا، هو عدم الاتزان في توزيع السكان بين الحضر والريف. نسبة الحضر على مستوى الجمهورية 45%، على مستوى إقليم الدلتا 28% فقط نسبة الحضر. الحضر على مستوى العالم بيمثل 55% من سكان العالم، وبيعزى إليه من 70-75% من الناتج المحلي الإجمالي اللي بيطلع على مستوى العالم بيطلع من الحضر. وبالتالي لما نبص على الأرقام اللي قدامنا هنعرف إن ده اقتصاديات ضعيفة. اقتصاديات ضعيفة بتنعكس على نوعية الفرص عمل قليلة، بطالة، حتى مستويات الخدمات والتعليم والفرص للنمو محدودة جدا جدا جدا. ده اللي بيدينا مؤشراتنا عشان التنمية. احنا لازم ندرس المحتوى اللي احنا بنتكلم عليه عشان نشوف القرارات ونوجهها ازاي.